بس يا فندم هو ده اللي حصل وعايزه حقي. كذابه كذابه في اصل الشاي يا حضره الضابط. يا فندم يا فندم سعادتك واحد بيخانق مع مراته، انا بعمل هنا ايه؟ كذاب وهو كمان ضربني. لا بقى شوف مراتك يا شهام. خلاص يا يوسف مصدومه يا يوسف، بتخرف يا سيدي. بخرف؟ وده ايه ده؟ دم ده ولا مش دم؟ تعويره دي ولا مش تعويره؟ اكتب يا فندم عندك، دي اصابه تحتاج ل 21 يوم من العلاج، يعني عاهه مستديمه، يعني جنحه يعاقب عليها القانون من 3 لـ5 سنين. هو امتحان شفوي ولا ايه يا فندم؟ بقول لحضرتك والله ما كلمتها، انا يا دوبك بس زقتها بغباوه شويه في وشها، قلت لها اتكلي على الله انت كده، فوشها طرقع. معقوله؟ معقوله يا حضره الضابط واحد يزق مراته يتسجن؟ للاسف يتسجن. عشان تبقى تعرفوا انتوا الاتنين تجيبوا نسوان براحتكم في السجن. لا بقى لا بقى شوفها بقى. خلاص هلطملك يا يوسف ولا احط صوابع العشره في الشق يا يوسف اعمل ايه؟ يا ليلي حرام عليك يا ليلي، ده مو بنيتك يعني. برضه مش هتنزل. حضره الضابط شهاده حق. ايوه. الاتنين متحرشين دول حاولوا يغتصبوها، بس انا كتفتهم ووقفتهم عند حد. يخرب بيتك يا بابا. لا يا حضره الضابط ما تاخدش على كلامه، اصل هو عنده زهايمر. ايوه اوعى تاخد على كلامي، انا في المرحله المعتدله. شكرا. لو اتحبست دلوقتي هنندم كلنا. ندمنا يا يوسف. بس بقى بس كلتوا دماغي يا امين محمد. تعال خد البهوات الاتنين دول رميهم في الحجز، وبكره الصبح تعرضوا على النيابه. حلو. انا انتهيت يا بابا. يلا حبيبي. يلا قول يلا. قول يلا. ليه كده يا ليلي؟ والله العظيم كان هيعتذر لك، حرام عليكي. لا مش هتنازل. حرام عليكي يا ليلي. حرام عليكي يا ليلي. لا. قال لي يا حبيبتي هنعمل ايه؟ هتصرف هتصرف. معلوماتك يا باشا. وافد عن كود سماعي. الو. ايوه استاذ مودي. انا عليا. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ هما مالهم بيبصوا لنا كده ليه يا يوسف؟ ايه ده؟ هو انت؟ ده انت جيت لعضاك النهارده. اهلا استاذ عنتر. ايه الصدفه الحلوه دي يا استاذ عنتر؟ استاذ وانا بدي فيزياء؟ امال ايه؟ انا بشد كيمياء. ما انا معالج بالكيمياء. بس يعني هو ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ مراتك افترت علينا وخدتنا غدر، رفعت علينا اسلحه بيضاء ورشاشات وطبنجات. ولا انت بتاع النهارده، خليك انت هنا على جنب يا حماده لحد ما اخلص مع صاحبك واجيلك. لا سيبك من ده خالص، عشان ده هيوديك في داهيه. داهيه؟ رزمن ياد على جنب. اه رزمن؟ هو يعني ايه رزمن يا يوسف؟ انت بتقول ايه يالا؟ وانت فاكر ان الفلفور ده هيحميك؟ كنت فاكر كده. يبقى بتحلم، وهجيب منك ناس بتحلم. يا رجاله الراجل ده مراته مسميه سهام. تعالى يا سهام. لا 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 والله علي بس تعالى. لا 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 الحقني يا يوسف. انا عم مسائل. الحقني يا يوسف. هترتاحي قوي. الحقني هياخدني في الثقب الاسود يا يوسف. الحقني يا يوسف. لا يا يا لا بس عزيزي. مصاص دماء قاتل ومصاص دماء. انت صاحبك مصاص دماء؟ لا لا كل اللي مصاصين الدماء. مصاص دماء وانا عنتر عنتر ونبى دكتور سام سلينا صاحبك الاشكيف ده، ولا انت هتحاول ولا هيفضل كده؟ خلاص ست ست جود بوي. خلاص ما تخافوش مش هيطير على حد، بس افتكروا قعدت احذركم واقول لكم بلاش محدش يستفزه عشان ده غبي. ما سمعتوش كلامي؟ يعني تقوم تمص دمنا كده؟ انت ما عندكش قلب يا اخي. رازمن يا انت حبيبي رد عليا. خلاص اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات.
وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.